اهلا وسهلا بونجور لي زامي ازول فلاو اون ديريكت دو كازابلانكا جواء عيد العرش جو فو سالو دونك كنحييكم tout en discutant on dirait un petit trajet واحد الباركور من هنا لو كلوب دي ليطوال جو فو سالو الناس بزاف كيحيونا Je vous salue, je salue tous les youtubeurs les chadines, tous les youtubeurs qui sensibilisent les Marocains. جميع اليوتيوبرز اللي دايرين حملة تحسيسية للمغاربة في التشبت بالملكية بالمليك بالعرش بالمغرب بالمملكة بالمملكة المغربية الشريفة العظيمة التي لنا جذور فيها 1400 سنة وما يزيد نفق الموحدين. Je vous salue et j'espère que tout le monde est dans le confort, dans la paix, dans la joie, dans le bonheur. Tous les Marocains du monde et tous ceux qui aiment le Maroc, libre le Maghreb Kamlin, le Maghreb Jamil, le Maghreb li soura dialo haqiqiya li kanatawa hna, ماشي اللي كيعطيوها واحد اخرين. المغرب الزوين الفن مرحبا بكل من يحب المغرب و اون ميم طون va discuter دونك هضرت الصباح درت لا فيديو على هذوك اللي كيقول لك كندير عناوين مستفزه حيت كنذكر اسرائيل كنذكر اليهود كنذكر سا مي في غران بليزير انورميمون دو بليزير دو parce que les juifs sont fiers d'être marocains et nous sommes fiers d'avoir les juifs marocains parmi nous et tous les juifs du monde qui aiment le Maroc et Israël le vrai partenaire de confiance crédible du Maroc الشريك الحقيقي والصديق الحقيقي والذي لم نرى منه اي مشكله واليوم الاوقات ولا الوقت بدل le temps time is changing time are changing Le temps change aujourd'hui, les Marocains sont éveillés. Vous savez, les tromperies, avec les propagandas, le nationalisme et la rébellion, et tout ça ce qui rappelle Jamal Abdel Nasser ou Bachar, c'était pas Bachar, Hafid al-Assad, et toute la clique de Boukharouba et toute la clique. Aujourd'hui, c'est enterré. Kadhafi et tout, vous voyez, leur fin a été toute humiliante, la fin d'Yelhom. دونك نتفكروها المغاربه ما بقاش كدوز عليهم كيعرفوا مصلحتهم وعارفين ان القضيه الفلسطينيه الي اون دون لي مان دو سا ماجيستي سي لوي كي اكوي الرئيس ديال غزه ديال حماس اللي هو لو جروب لو بلو المتشدد كاع واستقبلهم شاف فرحان وشكر هو وميشال شكروا المملكه المغربيه وشكروا المغاربه وشكروا الملك دونك سا سي ان سوجي كي فو بلي ابوردي هذا في يد الملك حتى واحد ما يجي يشد لنا اليد ديال فلسطين يبغي يهضر معنا بفلسطين وكينسى ان دوله حدانا باغيه تقسمك على 10 والحمد لله انقلب السحر على الساحر اليوم عندهم مشكله في تندوف مشكل غران بروبليم عندهم غران بروبليم الصحراوة الحقيقيين نكتشفوا على ان الحقيقيين اللي بقى منهم بيان سور اكتشفوا على ان الجزائر او البوليزاريو استخدم ما يقارب ما بين 200 و 400 صحراوي من مالي ازواد مالي وحتى من داخل الساحل من نيجر شي حساب اخر دونك العرق الانتماء للعرق هو المشكلة كبيرة في القضية ديالهم وراهم مشكلين بيناتهم دوك الأزواديين ودوك صحاب الساحل ودوك الشيء لقاو بقدوم أمريكا الولايات المتحدة وبقدوم إسرائيل وبالتحرك ديال بوريطا والاعترافات والقنصليات اللي غاديين وكيتزادوا في الصحراء المغربية الأقاليم الجنوبية المغربية نوضت واحد المشكلة واحد اليأس داخل مخيمات جمهورية البرارك ماشي حتى البرارك القياطة المتقوبة النادية لا بوسيغ لي فيبيغ العجاج والفاعي ناض فيهم اليأس ومضاربين بيناتهم كل واحد يقول انا صحراوي وانت هادي ناضت واحد التفريقة كبيرة بيناتهم
وغالبا غادي يكونوا صراعات مسلحة داخل تندوف بين الأزواديين وبين أصحاب الساحل، النيجر مالي توارق أزواد الجيريان، غادي نصدع ما بينهم وبين لي زوريجينو. لو زوريجينو ديال الآخر أغلبية دخلوا المغرب، دخلوا للداخلة، واللي مشى لإسبان ما بقاوش. هاد الدولة اللي كيجي واحد يقول لي علاش كتذكر إسرائيل وتذكر اليهود، بغاني نذكر ليه الألجيري، يدير هو واحد لاشين ويبقى يهضر على الألجيري من الصباح حتى العشية، الله يسهل عليه. أنا كنهضر على المغرب من الصباح حتى العشية 100 فوا باغ جور وما كنملش، فهمتي؟ باسكو هما راه دايرين بليزيوغ أكتيفيست اللي خدامين وعندهم دي زابوني باغ ميلي دابوني اللي كيبغيو هذا الموضوع ديال كراهية المغرب. وحنا بغينا نجمعوا مغاربه كثار حب المغرب في هاد لاشين، اللي كيبغيو المغرب، اللي كيوافقوا على كل ما يقوم به جلالة الملك، اللي كيوافقوا ما يقوم به نظام المغرب، اللي كيشجعوا خطوات المغرب، جميع خطوات المغرب اللي كانت ناجحه 100%. داكور الوغ راكم شفتوا دابا كاع داكشي اللي كيديروه تقلب عليهم، عايرونا سبونا قالوا لنا نتوما راه ما عندكم لا تلقيح لا والو، غير المعرفه وغير اللي انت وين المخزن وغير العياشه هما اللي داروا الفاكسان، وقالوا ان المغرب دعايه ما كاين والو. واليوم تصدموا لقاو داكشي فري، وحنا ما كنتشفاوش الاموات ديالهم. الانسان كيبقى انسان، الانسان كيبقى ديما انسان، كيكون جزائري ولا يكون ازوادي ولا من توارك. دونك هذه حاجه اخرى من النظام الجزائري المعادي للمغرب في الدم، واللي مشهر عليه حرب مده 45 سنه ورحنا غادي 46 سنه. لا يمكن انسكتوا علاش؟ لانه ما دوزوا 40 سيزون، خليونا حنا ندوزوا حتى حنا واحد 10 سنين ياك. بعدا حنا عندنا الحمد لله الملك الله ينصره ما كيهضرش، ما كاين هضر، ما كيقول انا عندي احسن منظومه، ما كيقول، هو قال اللهم كثير حسادنا ولا حسادنا، الا كان شي اخطاء ديزيغور دكتور غرافت. شوف لي جالو اللهم كثيرهم، لان كيعني ان المغرب غادي في خطوات ثابته وفي تقدم. دابا كندوزكم على هذا الباركور، انتم كتلاحظوا النظافه والنقاء، فهمتي؟ ما كاينش الوسخ، ما كاينش داكشي المنظر اللي كيعطيوه على المغرب على انه عامر بالسعايا وعامر بالاستعمار وعامر بالعسكر وعامر بالبراشات، راه ما كاين والو منه. الحريه التامه في المغرب الحمد لله، كل شيء ناشط، كل شيء بخير، واللي ما ناشطش يجي عندنا ننشطوه، با بروبليم. وي ار هير تو ميك ايفريبادي فيل هاي فيل هابي نوت ويد هاشيش. كيقول شحال واحد كيقول لي وهذا راه مزطول وراه كيكذب، واش انا كنكذب دابا هاد لا فيديو هادي اللي دايره انا؟ واش كنكذب بها؟ هادي راه فيديو، راه فيديو، فيديو ما فيها لا مونتاج لا والو، فيديو عادية. سي فيغ لا غوت دو لا كورنيش، نيش 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 لوسيون اتلانتيك، فيغ لوسيون اتلانتيك. اللي كيعرف حي العرق هو هذا، هنا حي المنار فين كاين الفنار، وهنايا هادي سميتها بولفار دو لا كورنيش، هادي طريقي، وكنطلع على بولفار ليدو وكنمشي للكلوب. دونك كيما كنقولوا انقلب السحر على الساحر. احسن منظومه كيقول هو في المغرب العربي، وحنا ما كنعترفوش المغرب العربي، كنعترفوا بشمال افريقيا والذي لا ننتمي اليه الا جغرافيا، الا جغرافيا، اما عقليتنا وعقليتهم مختلفه، وبينها وبينها واحد الفوصي كبير بيننا وبين العقليه ديالهم، العقليه المغربيه بوحدها. المغرب هو المغرب، ما يقدرش واحد اخر يكون مغرب. وديك المغرب العربي ديروها في نص وديري معها الحرور وكلوها، ولا ديروها مع السكفكف، عرفتوا السكفكف عند بو ابراهيم؟ D'accord mon ami, d'accord, d'accord.
بهذه المناسبة نقدم تحية لكل اللي تلقى معايا وسلم عليا وشجعني، ولكل اللي باغي هذا الكونسيبت. وانا كذلك كنشكر تولي يوتيوبر اللي شادين هذا الكونسيبت وكيوعيوا المغاربة وكيفيقوهم بهذاك القالب ديال خاوة خاوة اللي خلاوه على دي ار اس وعبلة والمخابرات الجزائرية، ودوزوا علينا اكثر قبل من الصحراء، مشاكل الصحراء الشرقية. وكنحيي الام ديال لارتيست ديالنا جباروان اللي اتصلت بيا وعطاتني الشهاده ديالها ان الجزائريين كانوا كيباتوا في الدرب عندنا كاملين، ان كانت جارتنا في وجده وتعرف الوالده ديالي الله يرحمها، وجبت لي عليها وفكرتني بذكريات بورشتني مزيان. الام ديال جباروان راكم عرفتوه اللي لعب نداء الحسن بالميطال ومعروف، وكان توشح مع جلاله الملك سي محمد الله ينصرو. دونك نشكرهم، وتحيه للام الله يطولها عمرها، ام جباروان ديالنا لارتيست اللي كيوجد نوفو البوم وفيهم بزاف اغاني وطنيه المملكه. اذا كما قلت لكم انقلب السحر على الساحر، كانوا كيعايرونا. اليوم كنشوفوا المشكل ديال الاكسجين، كنشوفوا ان المغرب كيتعان، الجزائر كتعاند مع المغرب، كتعطي رزقها وكتعطي مصارنها باش تعاند مع المغرب. تونس حنا عطينا درنا لها مستشفى ميداني كما درناه في غزه، كما درناه في فلسطين، كما درناه في افريقيا، كما زفتنا حنايا اصدقائي اطباء صحابي اصدقائي منهم اسمار، منهم صحابي اللي مشاو داروا واحد التورني واحد القافله طبيه في افريقيا، ومنهم اطباء ديال العيون اللي هو اختصاصي في العيون اوبتيسيان سبيسياليست، داروا واحد لا تورني في لافريك وعالجوا عباد الله وقدموا لهم جميع اللوازم. المغرب كيدور في افريقيا وكيخدم وكيبين، راه ما كيعطيش الشعارات، ما يعطيش الشعارات ديال الثوريه والقوميه والروبيليون وداك التخربيق الخاوي، كيعطيش المغرب داكوغ. اذا لي مونسونج اوجوردي نون بلو دو بلاص، باسكو علاش ما بقاش بلاصه للكذوب؟ باسكو جات واحد الامه اللي كدير الحقيقه، اللي كتعطي لا فيغيتي. هاد الامه سميتها المغرب، المملكه المغربيه. ما كتقولش حنا درنا ودرنا في افريقيا ودرنا في افريقيا، هما ما داروش التقادوس ديال الواد الحار غير في تندوف. الا كانوا يديروا في افريقيا يمشيو لتندوف دوك الناس يوفروا لهم مراحيض، ويوفروا لهم لي زيغو داسينيسمو، يوفروا لهم مساكين، يوفروا لهم مدارس، يوفروا لهم مستشفيات ديسبونسير، باش ما يكونوش محنين معذبين. كتشوف مخيمات الدل والعار والميزيريه سكوربيون والفاعي، ويقول لك حنا كنعاونوا افريقيا. سير عاونوا هذوك الناس، عشيهم وغديهم وما تخليهمش يسعاو. تعطي المينورسو تزيد 400,000 واحد من ازواد وتقيدوا في المينورسو، المينورسو راه عارف وصلوه رسائل وعارف داك الشيء مزور عارفو. اذا حنا رحنا بالمرصاد مسالين قبنا، مسالين قبنا، انا بعدا مسالي قبي، فهمتي؟ مسالي قبي ديما فيديو صباح عشيه فيديو بالصور بالمناطق المغربيه ونوصل المغرب افيك غرون بليزير. والله ما شوف، والله كندوز الفيديو وجهي احمر، عارف نلقى كلشي زوين، عارف كلشي نلقى نقي، وعارف كنلقى الحريه والامان في هذه البلاد اللي وحدين كيعطيو صوره على ان المغرب فيه الاضطهاد وفيه الحقره وفيه بالعكس وفيه العنصريه، بالعكس المغرب بلد امن. اذا اللي كيقول لك احسن منظومه، احسن في الطومه، احسن في الطومه في الحومه، ماشي احسن منظومه سحريه ولا صحيه، قال سحريه. احسن في الطومه كدبيه في المنطقه وفي افريقيا. اوليدي ريتي البغلات تاعك، ريتي البغلات تاعك. شوف لي دابا حنا في لاكورنيش ويامات الصيف وسي سامدي وسي تري تري اورغانيزي، ما كتشوف لا فوضى لا والو، الناس نقيين كيدوروا هنايا، المواطنين اللي كيبان لك انهم تري اورغانيزي، ما كاين لا زحام لا صداع لا طلابه لا شفاره لا بوليس لا والو، هانت تري اورغانيزي. واجي واحد يكذب عليهم يقول لهم راه المغرب راه ما كاينش الامن، وراه كاين الاضطرابات وكاين مظاهرات وكاين صداع وبزاف. ريتي البغله تاعك اخويا ونقسم الكذبه، ونقص المغرب الفن والفنون اخويا، ما تقدرش تكذب لان العالم كله شاف المغرب. اليوم جاو عدد كبير من الجاليه اليهوديه، وكنقولوا حنا الجاليه المغربيه داخل اسرائيل،
لأنهم يهود مغاربة أو مواطنين مغاربة يهود مغاربة جاءوا طاروا بالفرحة مشاو لمراكش جاءوا هنايا تلاقاو مني عدد كبير منهم فرحانين وكلهم كيديروا لي فيديو كلهم كيصوروا كلهم غادي يرسلوا الرسائل الحقيقية ديال المغرب. فيني لي مونسونج فيني الكذوب فيني اه شوف اه صافي بركة بقى على الأطلنطيك على الأطلنطيك على الأطلنطيك تيك على الأطلنطيك على الأطلنطيك غير بشوية غير بشوية هما كانوا يطلوا يبغاو ياخذوا تقيبة الأطلنطيك ها اليوم راه لافريك كلها عاقت 24 دولة حاطة حنا دابا واحد القضية نقولها بشحال مغاربة بعض المرات كيقول لك راه غادي نطردوا بوليزاريو من الاتحاد الإفريقي غادي نطردوا المغاربة من الاتحاد واخا يبقاو في الاتحاد الإفريقي اش غيصوروا لي تيستيكيل دو بلال يبغوا غير يكورتي راه شحال هما في الاتحاد الإفريقي شحال معاهم ديديكاس دونالد ترامب لعمو ترامب الحاج ترامب ومعاه بايدن وبيناتهم امير المؤمنين نصره الله دونك يقول لك غادي يطردوا البوليزاريو ولا ما عرفت جمهوريه الصنداليه مسميتو المحيط الاطلسي هو كيبان لكم من هنا دونك قال لك يطردوا بوليزاريو من الاتحاد الافريقي واحد السؤال شحال معهم هما في الاتحاد الافريقي اش صوروا في الاتحاد الافريقي اش صوروا فيه بغاو يحيدوه ولا يخليوه واحنا شتي حنا رحنا في الاقاليم الجنوبيه ديالنا الساقيه الحمراء والذهب ها الغيو روخو الريو دورو The Red River and the Golden River. Donc, خليهم يبقاو، خليهم يبقاو، ما كان حتى مشكل، خليهم يبقاو. والنظام ديال الكابرانات يخسر الفلوس عليهم باش يبقاو. ها هو راه فايت. كنا كنقولوا بيانتو لاجيري سوغا ان ايتا مونديون، سي اغيفي اوجوردي دوموند دو روسورتيسون الجيريان باش يكوتيزيو، باش يعطيو الفلوس، باش ينقدوا الميزانية ديال البلاد. كلاوها على بوليزاريو وكلاوها على السلاح واليوم تضرب كل شيء في الزيرو اليوم يرا تضربوا مع المغرب بحال تضربوا مع اسرائيل والميريكان واخا المغرب قاد بشغلوا بهم ولا بلا بهم لان قبل ما تكون اسرائيل والميريكان ما قدروا يديروا والو ها 45 عام ولا 46 عام ما خداوش حتى خطوه وحده من الاقاليم الجنوبيه لهذا انا هذا هو الفكره اللي قلت لكم والناس اللي كيقول لك اودي ما تبقاش تذكر اسرائيل الصراحه انا كنامن بحريه التعبير وكنامن بالديمقراطيه واللي ما كيامنش في القضيه بلا ما خصو يحترم هذاك الشيء شغله ما يفرضش علينا حنا يدير هو واحد لاشين ديالو ويبقى يهضر على الكبرانات ويقول لك انه هما رجال هما ما طبعوش هما هما هما, هما كرهوا التطبيع ها واش كرهوا التطبيع راه بوتفليقه جراح تاعيا وسخف الريه ديالو طاحت باش يطبع وقالوا ليه والو سيروا قلبوا مزيان قلبوا يفو فيغ دي غوشيرش مابقاوش تهضروا غير هكداك اه المغاربه طعنونا من الظهر وجابوا لنا اليهود وانتوما اللي جبتوا لنا اللي كيقتلونا جبتوا لنا العالم الشيوعي كله جبتوه لينا بقيتوا كتقتلوا لنا في البشر ديالنا وتطيحوا لنا في الميراج والفونتوم والميك وتشدوا لنا لي بيلوت ويتمتوا العادات ديال المغاربه ها جبتوا البلغاريين والرومانيين والشيليين والكوبيين وحتى من مصر وسوريا قبل من الصحراء كانوا عندكم يدوروا تماك من 63 انتوما معمرين ديك الدوله بالجيوعيين باش تحاربوا المغرب وتفركتوه حلال عليكم وحرام علينا ياك هذوك الاسرائيليين اخويا راهم يهود مغاربه والاخرين عرفوا المغرب زوين حتى هما ولاو مغاربه كيبغيو المغرب وكل من يحب المغرب ويعشق المغرب فهو مغربي هذه هي القاعده عندي انايا داكوغ
هذه القاعده عندي اني بغوم لاب تو مي حركها. اذا هذا